Hi, and welcome to Cut the Crap, the podcast, a place where we find the true meaning of health stems beyond just your food and weight, and that with the right conversations, you can spark true, lasting, positive change. So join us in today's conversation. What? Yeah. Tadina? Yeah. Good morning. جماعة النهاردة عندنا جست مهم جدا 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 وانا personally بحبها قوي وكنت مصممة ان هي تكون معانا النهاردة في Cut the Crap عشان هي مش بس ان هي طبعا ممثلة خطيرة و خطيرة بتفكرني بجينيفر انستون والله العظيم بجد عندها نفس الكاريزما دي واللذاذة دي ممكن نقول فهي كمان عندها ستوري بجد انا شايفاها ان هي عمرها ما حكيتها بكده او هي قالتها يعني بطرق ما كانتش عجباني صراحه كنت قلت لها ان هدرتي القصه بتاعتك الحقيقيه على الفاضي ان هي الناس لما تسمعها وبجد تعرف هي مرت بايه وازاي هي عدت بكل الظروف دي وازاي بقت اقوى بكتير من اي وقت حاسه ان ناس كتير قوي هتبقى انسبايرد وهتبقى هتحس ان هي عايزه هي كمان تغير في حياتها وتاخد القوه دي in the right way. يعني بصي في ناس بتفكر اه انتوا بتحكوا القصه دي هي بقت قويه يعني لما قلعت الحجاب هو ده اللي هي دي القوه يعني ان هي تقلع الحاجات دي هي كده ضعفت وبعدت عن ربنا مش عارف ايه ان الناس عندها ميكس يعني دماغهم بتفهم الحاجات غلط اصلا يعني التركيبه نفسها عشان مخهم متركب لا بلد. الموضوع ملوش علاقه بالحجاب ولا مش عارف بالتدين ولا ايه علاقه بالحجاب او انت رجعتي التمثيل فانت كده حليتي فانا عشان انا بقى كده قلعت حجاب رجعت الناس عندها كده عندها ميكس كده اتعودنا عليه وتربينا عليه بطريقه كده فخلاص بقى ده بالنسبه لهم ان قلعت حجاب فرجعت مش عارف ايه انا مش عارف ايه كذا دي كلها انا بالنسبه لي ده كراب عشان ده كله ده غلط صح برافو شفتي استخدمي كلمه كراب ايوه ايز بقى ايز كراب عشان ده حاجات كلها افكار واحنا ورث يعني تورثناها وهي مش صح. مش ريل سو so, حلقه النهارده از فيري اكسايتنج بالنسبه لي لانه اي ثينك كل حد بيمر بفيز في حياته او اكشلي حياته كلها بيسال نفسه سؤال واحد انا مين هو ماي او عايز ايه وانا عايزه ايه او لازمتي ايه في الدنيا بالظبط اند في الاول بتفتكري جبنا طبعا معانا النهارده the girl next door the girl next door literally who What's yani, what I'm so excited to hear from you and Nakinti, you went from doing a career and everyone thinks, oh, if you're famous and successful and you're rich, you're khalas. This is the epitome of happiness. Ya bakhtik. You reach your goals and you're good. Oh, everything's perfect for you, yani. Khalas. But you, from what I, and you'll tell us, can lisa fi haga missing. And you went on, and rightfully so, spiritual journey, tufi inti, il guidance bitak fi hayatik ee, il hadaf ee. وللأسف you had to do this قدام العالم وعالم بيبقى very judgmental ومش مديكي حريتك تكتشفي نفسك وبيعملوا كده في حتى العيال في المدرسة في المجتمع بتاعنا لا ما يعني ما عندكيش حرية الرأي قوي وما ينفعش تلعبي سمعتك والناس هتقول ايه والبواب هيقول ايه وكل حد هيقول ايه بتربي على رعب يعني بتربي مش بيبقوا يعني خايفين يغلطوا مش عشان نفسهم او ان هم هيأذوا نفسهم لا عشان فلان هيشوفنا وفلان مش عارفه فبتعيشي من مبدا حياتك من برا هي بتبتدي كده كل حاجه من برا فبتوصلي البوينت انت لا بتحسي بنفسك وبتستوي انا not happy طب I'm married وخلفت I'm not happy طب انا بشتغل وبعمل فلوس I'm not happy because بتوصلي هنا بزق وهيقولوا ايه ولازم تقولي ومفيش بنت ناس تعمل معاكي وعندك كل الافكار دي ان يور بس انت ده اللي حصل لك في اول فيز في حياتك ان انت اولا كنت مبسوطه قوي قبل التمثيل عادي كده دخلتي التمثيل وكده حسيتي انه في حاجه ناقصه ميسنج بس هي قالت حاجه عجبتني قوي قالت ان انا مين دايما كنت بسال نفسي هو انا مين هو الموضوع بدا اصلا كده يعني بدا ان انا كنت طول الوقت حاسه هو في وسط كل ده يعني I'm famous and everything and it's nice والناس بتحبني وكل الحاجات دي بس انا حالة مين من جوه مش فاكره امتى حصلت لك حصل لي ده في يعني وانا بشتغل يعني ممكن من ثالث سنه او رابع سنه انا قعدت 7 سنين بمثل فبدا ده تقريبا من وقت فيلم الليمبي كده يعني وقت من بعد الليمبي بشويه وكمل بقى فضلت فتره
وجالي امتى؟ يعني جالي بعد برضو مراحل مريت بيها unhappy، لان كنت برضو بتخبط في حاجات وحاجات بمر بيها في حياتي الشخصية، مش it's not coping مع حياتي الفنية. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في حياتي بقى شخصية مثلا مع صحابي حاجات جديدة عليا، I'm a very natural person وبتعامل بطبيعتي وبتعامل ببساطة وبتعامل من قلبي من جوه يعني. فدايما كنت بتخبط مع ناس ممكن مش شبهي او مش زيي، بس كنت بحسش معاهم ان هم they're on the same يعني مش نفس الطريقة. الناس materialistic قوي and I'm not. فحسنا كانوا بيعرفوكي يتعرفوا عليكي فترة وبقى يعني عشان مشهورة وكده يعني. يعني جزء منها كان كده وجزء منها بقى لا كنت بقى يعني بتصدم في حاجات فكنت طول الوقت بفكر طب انا مين في وسط كل ده، في وسط بقى الفيم وفي وسط حياتي الشخصية فحسيت ان there is something missing. وفعلا انا هي دي الفترة اللي انا بتيت افكر فيها وانا هنا ليه. And this is a question. It's a very good question. Actually, you have to ask yourself. أنتي جيتي هنا ربنا جابك الدنيا دي جابك ليه؟ لازم everyone has a purpose وهدف وحاجة ربنا أكيد جابه الدنيا دي عشان يعملها. الناس بتنسى كده من كتر ما بتتحطوا في روتين for the rest of your life. There's an expectation routine معين متطبق علينا. فالناس فعلا بتنسى تسأل السؤال ده. بس احنا على فكره معظم البنات بالذات عندهم يعني انا بريسني كان الموضوع كله ان انا بشوف حتى ده غلط يعني مش قصدي ان انا يعني موضوع كان مامتي عملت حاجه غلط بس ده عشان هي اتربت على كده ومعظم الستات اتربت على كده انه احنا الهدف بتاعنا في الحياه ان انت تتجوزي وتخلفي وانت كده حققتي الهدف اللي انت موجوده عشانه فانت المفروض خشي مدرسه وتكوني شاطره لازم تخشي جامعه كويسه وتكوني شاطره لكن مش بيزقوكي من صغيره انت عايز تعملي ايه في حياتك. هو الموضوع كله نوعا ما مين الولد اللي انت معاه، طب هو سيريس ولا لا، طب لو هو سيريس هيتقدم امتى، طب مش اتجوزنا وخلصنا، لا هتخلفوا امتى، عايزين بسرعه بالظبط. فلو هو قبل الحكبر وهعجز وكده هشوف ولادك ان انت يعني مش بقول ان ده غلط ان واحد ما يتجوزش ويخلف بس بحس ان ده برضو بيضيع الواحد انه بعد ما ممكن يتجوز وبيخلف بحس انه في فرق كبير انك تتجوزي وتخلفي بيكوز دي حاجه انت جيتي لها بارادتك وانت عايزه كده انا سبورت اوف يور نيتشر اكشلي اتس جود تو هاف ات اتس فاين بس ما يبقاش ده اتس بيوتيفل بس يو نيد بس سو في واحده شيز لايك ا تشايلد سايكولوجيست شيز معروفه قوي وكانت قاعده مع اوبرا وينفري earlier this year وكتبت ا بوك اباوت بيرنتنج ان ذا سنتري. ف عادة لما يحصل حاجة جديدة في سوسايتي بيبان الإفكت بتاعها بعد كذا جنريشن أو كذا سنة. فهي كانت بتقول إنه من زمان المنتاليتي اللي إحنا دلوقتي شاكين فيها اللي هو يلا بنات وولاد أوكي you're raised مدرسة بعد مدرسة رياضة بعد الرياضة جامعة بعد الجامعة شغل بعد الشغل جواز بعد الجواز خلفة وقفت أوكي. فبيجي الparent سواء الأب أو الأم يبص على الطفل ده ويحس بينه وبين نفسه I'm not fulfilled. فأنا كل اللي أنا كنت عايزه هضغطه على العيل فالعيل بقى يروح المدرسة يلعب رياضتين وبعد مدرسة على طول by the way which is very stressful. يعني وأنا صغيرة ما كنت برجع من المدرسة بجري على البيت بجد نفسي أكل ونفسي كده نام شوية وألعب مش عايز أروح أعمل sports right away. لا لازم تعلميه عشان يبقى عنده روتين ماشي حلو بس discipline discipline ومش عارفة give him his space هي needs the space صح ولا كفايه انه جاي على نفسه اصلا يروح المدرسه مدرسه it's very stressful already I believe والله it does give you very good discipline بس now it's become competitive وهي ده اللي بيقولوا مبقاش فيه انه دلوقتي بقى فيه انه من كل generations دلوقتي العيال اللي بيعملوها مش طبيعي they're doing every sport في كل سيزون بيلعبوا يا عيني بيطلعوا من تمرين لتمرين عشان الامهات هم كده اللي هو وانت ابنك بيروح تمرين واحد لا انا ابني بيروح اثنين انا طب انت في انهي نادي لا انا في النادي ده مش يعني الجو فدلوقتي هي شو سيجز حتى وديت بنتي هو 7 عايزه تعمل بيجنر باليه فالست بصت على بنتها قالت لها بنتك ال7 بيجنر باليه 3 ازاي اللي هو ازاي اخرتيها فبتقعد تقول انه بيكوز وي بوش اور تشيلدرن تو فيل ساتسفاكشن باي تشيكينج ذيس بوكسز بيوصلوا البوينت where the, all the boxes are checked وهما they did the whole life experience the deliciousness of life اللي هو الجواز والخلفة والشغل والمدرسة والعلاقات والجامعة وهما مش موجودين because هو يلا يلا اللي بعده اللي بعده فبيطلعوه على عيالهم دلوقتي عندك عيال بتقول انتوا بتعملوا ايه بتعملوا فينا ايه and so now by the way the feeling اللي بيبقى بين الولاد والأهل بيقل
الحب عشان الطفل بيبقى احيانا في وسط ده عايز حضن. انا خدت بالي كذا مره من عايز حضن مثلا من مامته فتلاقي يلا يلا خلص عشان لازم مثلا كذا. هو he needs your hug by the way more than التمرين. yes he needs your love. مش بس يلا يلا على التمرين انت بتحبيه فهتحطيه في 100 حاجه وتعمليه. فين الحته اللي في النص اللي هتديله بقى الجود انرجي اللي هتكبر معاه لحد ما يكبر فيبقى الشخصيه اللي احنا وي ويش ان احنا نبقى في الحته دي. انا عايز افهم بقى حاجه, انت في البدايه بتاعتك خالص قبل ما تبتدي تخشي في موضوع يعني تتعمقي في موضوع الدين, هو بدات من مين؟ انا مين؟ بدات بس ايه الحاجات اللي لخبطتك في الدنيا اللي حسستك ان انت لا يعني انا مش متوازنه, انا محتاجه اعرف انا مين؟ انه انت نوعا ما كنت بتشتغلي الحاجه انت بتحبيها, اهلك كانوا مشجعينك جدا, كانوا سبورتيف, وانا اصلا جوايا حته فنيه, انتوا عيله فنيه اصلا, بحب الرسم وبحب الميوزك وبحب الرقص وبحب كل الحاجات الارتستيك. اي يوز تو لاف ماشي. فانا مش امتى ما كانش عندي مشكله الفاكتورز اللي وصلتك في حياتك ان انت حسيتي لا الفيم اللي هو من وانت صغيره قوي لخبطك فجاه؟ هقول لك عشان اوز ايفريثينج. انت البني ادم هو حاجتين يعني, حته جواه ايموشنال وحته روح وحته يور اوتسايد الجسد يعني خلاص. ف انا كنت حاسه طول الوقت كل حاجه من بره بس الحته اللي جوه عندي اي نيد تو فيلت بحاجه. فيوجوالي الروح يو نيد تو فيلت بحاجه حلوه. فانا ما كنتش عارفه ايه الحاجه الحلوه اصلا يعني. مثلا يعني فكره الصلاه والقران وكل الحاجات دي حاجات حلوه, دي حاجات وي شود هاف ات ان اور لايف يعني. سواء بقى ملهاش علاقه بقى لا بالحجاب ولا بالتدين ولا باي حاجه, ان انت تبقي عندك سيرتن صله بينك وبين ربنا لان هو اللي بيديكي ذس كايند اوف اميزنج انرجي. توازن هو ده. انا ما كانش عندي التوازن ده فكنت طول الوقت بدور على حاجه حلوه بس انا مش لاقيها. فاوز توتالي ساد. وانا من الناس اللي هو انا حفايه الحته اللي عايزه اللي جوه, بحب دايما ادور ان اللي جوه يبقى دايما حلو. مش بس اللي بره such, يعني كان افكت كبير قوي on your life because انتي it took me بقى shift saved you it did take me for a while. بصي انا يعني قعدت في الفترة دي كنت بسأل يعني يا رب طب انا هنا يعني كلم معايا قولي حاجة يعني. فانا كنت بقى في الاخر خلاص لقيت نفسي مش لاقي اي حاجة من الحاجات اللي حواليا helping. فاول مرة احس انا بكلم ربنا كان في الوقت ده اني I need you to tell me you guide me you're انت ربنا وانت اللي خلقتنا yeah. وكده and I need your guidance. فهي answered ازاي answered انت when you ask يعني ربنا حاجه he will answer you right away if you sincere to know. دي حته حابه اتكلم فيها, فكره ان انت تصلي. انا كنتش بصلي قوي فانا بس حبيت الصلاه بزياده والقران بتقرا قران فالقران بيديكي راحه نفسيه غير طبيعيه فتبصي تلاقي نفسك كده you feel relaxed and happy and satisfied قبل ما تحجب. بس هو ده اللي lead me through بقى ايه ده طب انا عايزه اعرف اكتر, طب انا عايزه وانا read more, طب انا عايزه. فدخلتك شويه في الحته دي و I went حسيت ان انا لا مش قادره ابقى في حاجتين يعني I have to be يا هنا يا هنا. ده اللي كان غلط بقى. I didn't have the balance في وقتها ان انا ابقى في النص يعني ابقى وسط. خير الامور الوسط ان انت تبقي عندك الحته الروح دي حلوه وبتصلي وتعرفي ربنا وعارفه الصح من الغلط وكل حاجه, بس في نفس الوقت ربنا قال لك وده اللي انا طلعت بالتجربه دي كلها بقى في الاخر ان be in the middle live your life. عشان ربنا اداكي الدنيا العالم اللي احنا عايشين فيه ده بالجمال كله. ما تيجي تبصي في الزرع والشجر والسماء والورد كل ورده لونها مختلف, احنا حتى صوابعنا مش شبه بعضها. فربنا مش عايزنا نبقى شبه بعض ولا عايزنا نبقى نفس الاسطمبه ولا عايزنا نبقى نفس الشكل. ليه؟ لان كل واحد عنده different purpose. هنكمل بعض وهنعمل هنبني حاجه حلوه. فانا قعدت ابص بقى مع الوقت في كل ده وقعدت افكر ان طب يعني مش معقول انا يعني هفضل موجوده في نفس الحته دي طول عمري لحد ما اموت وتيجي تبقى كده الحياه. اتس رونج. هو انا مش جاي انا مش شيخ, فاهمه قصدي؟ يعني انا مش شيخ لازم ابقى ان سورتن واي يعني انا بني ادم. I want to explore, I want to live, I want to try things, I want to كده. فدي كانت البدايه. انت نفس الحاجه بعد ايه؟ 11 years. لا بس انت اتحجبتي الاول, ما كانت نقبتي وبعد كده حجاب ولا فضلتي نقاب؟ لا قعدت النقاب 11 years. طب نرجع شويه, القرار جالك ازاي؟ I love this. القرار جالك ازاي انك خلاص؟ اسئله قويه. لا بس ده النقاب جالي ازاي؟ بصي النقاب الحجاب. الحجاب اوكي. الحجاب طبعا انت انا لما قربت شويه كده وكنت بصلي قران طبعا كده كتير كنت بصلي كتير قوي. كنت بشتغل لسه بشتغل في الوقت ده, بس انا من الاحساس كان قوي قوي. فit took me time to understand يعني اخدت وقت كده ان انا عايزه ابقى مع الاحساس ده بس مش قادره ابقى مع الناس دلوقتي. I feel عشان كنت الفتره اللي قبلها
طول الوقت انا بره ومع الناس وهنا وهنا, والشهره جت بسرعه وناس كتيره بقى تعرفني بسرعه, وحتى في الوقت انا فاكره ماجازينز كتيره كانت تقعد تنزل لي حاجات كتير قوي ورا بعض ورا بعض, فيري ستريسفل. فما كنتش لاقيه نفسي. اتس نايس تو بي سكسسفل وكل حاجه, بس انت لو ما عندكيش الحته دي جوه يو وانت بالانس. فانا ما كانش عندي البالانس ده, فما قدرت ابريشيت وات اي هاد برضه, اللي هو الناس كلها بتحبك والشغل ده, ان انا ممكن هنا ده ازاي اكبره وانا اكبر. انا كمان كنت كمان صغيره يعني في الوقت ده, عندي 22 سنه او زد ذس ايج. عملت الرجل الاخر كان عندي 19, وبعد كده اللي خليتني احبك او 20, السلم والتعبان او 21. يعني المراحل دي انا كلها كنت في سن صغير, فكل حاجه جت مره واحده. That's why لما لقيت الحته الحلوه دي جريت استخبيت زي الاطفال كده وقفلت ودست ورا بعض, سيبوني لوحدي وانا هنا خلاص ما حدش دعبي, عارفه اللي هو استوي. انت اتحجبتي؟ اتحجبت كده, اتجوزتي؟ اتحجبت لوحدي كده يعني, ما حدش قال لي مثلا. بس القرار ده, انا اسال سؤال, القرار ده انا عايز اعرف اصل ده يعني كنت قاعده اي فلت قلت انا هقوم دلوقتي اتحجب؟ لا, كنت لما بصلي بلا احط مثلا اجي البس طرحه كده وانا داخله اصلي, فاحس كده في احساس حلو كده وورم فعجبني, ففضلت كده كده. طب انا عايزه البس كده خلاص, this is what I want I did it. قلت انت قويه قوي يعني, قال طبعا ما تخضوش, هم تخضوا طبعا يعني الفكره نفسها كلها على بعضها, بس انا I did it برضو. فانا اخدت القرار ده و I felt it and I did it, وحسيت ان هو ده اللي مريحني دلوقتي. I didn't care بقى وقتها I'm famous I'm a star whatever the people say whatever, يعني كل الحاجات دي حاجه حلوه بس it didn't tempt me much, ما فرقلكيش خالص خالص. حسيت ان انا I follow what I what I feel, it has no value, ملهاش قيمه, ملهاش قيمه لو انت مش هتح مش ه it's not gonna tempt you in a way. كنت صغيره, كنت صغيره فاكره ان انا مامتي لما انا كنت حت بفكر في فكره الحجاب, مش عشان مامتي اتحجبت وبعد كده ماشي فكت, بس مامتي كان بالنسبه لها انت تعرفي ايه, انت هتقدري تستحملي الحجاب, عارفه ايه انت اصلا يعني بقالك قد ايه بتلتزمي في الصلاه. قعدت بقى تكلمني انه لو انت فاكره ان دي طريقتك الوحيده انت هتقربي بيها من ربنا, عشان دي كان بالنسبه لي اللي هو يوم القيامه ومفهومي ان انا لازم اتحجب عشان انا هخش النار لو ما اتحجبتش. عايزه اقول لك بقى ان this is a crap. هنتكلم ليه بقى الحته دي بالذات, ده مفهوم, ده انا اللي اتربينا عليه, ان فكره ان انت لازم تبي in a certain way والحجاب بطريقه معينه ومش عارف ايه, عشان هو ده اللي ربنا بيحبه. فده ماشي طبعا, دي حاجه ربنا اكيد بيحبها, بس مش ده الاساس. انا كنت فاكره ده اصل هيوديني النار, ده هيوديني النار وجنه. المفروض ما تزرعيش في الولاد من هم صغيرين الخوف بالزبط. وتزرعيهم على حاجات معينه هتدي لما يكبروا ليتر اون يبقى ده اللي جواهم. خلي العلاقه بينك يعني بينهم وبين ربنا حب اكتر, حببيهم ان نايس وي, وما بقاش بس ده الاساس. ده مش الاساس, بدليل انه ما تذكرش في القران في اول ايه في سوره البقره مثلا, ده في نص القران. لا غير كده يعني, غير كده يعني مش هو المين انتربريتيشن يعني, في ممكن في ناس عارفه كده وفي كده, بس في ناس بتتحجب culture for cultural reasons, في ناس بتتحجب عشان البواب عشان المجتمع عشان شعرها مش عاجبها. معظم الشعب المصري متحجب عشان بس ده زي زي انه هي عشان الشارع بتاعها كده عشان كده بيفكوا الحجاب. عايز اقول في ناس بيحبوه وفي ناس بتحبه, في ناس بتحبه and it's fine ومفيش مشكله. اوكي انا هبتدي اقول حاجه, هبتدي كده. لا انت قولي whatever you want. هقول اولا انه الدين الاسلامي is so spiritual, and if you take the time to really do your own research وما تحكيش كلام الناس, it's the most magnificent thing in the world. تاني حاجه هقولها ان علاقه كل حد مع ربنا vertical, انا وهو ما حدش يتدخل. اوكي هنبتدي كلامنا. بس دي كلمه بتزعل ناس بقى كتير قوي, فكره ما حدش يدخل لي, ما دخلش مش لا ما حدش يدخل, لان لا مش رسول, لان انتوا ما تعرفوا انا بتدخل في علاقته ما بينه هو وجوزه ولا هو اهله. لا لان انت كمان ما حدش nobody knows you as Allah knows you and you know yourself, so nobody has the right ان هو يتدخل في حاجه خاصه بيكي او بيا او بشرين انا اكيد ان اني anyway. يبقى انا على كل واحد علاقته مع ربنا it's vertical, عشان كده احنا بنكلم ربنا ولا بنبص فوق لما بندعي so on so forth. لو انا انت جيتي قلعتي الحجاب وجيت قلت لك ازاي ربنا هيغضب عليكي, هتخشي نار, هتخشي نار, انا بحط مكاني في مكان ربنا, انا مين عشان احط نفسي في مكان ربنا؟ ده هو رحمن رحيم, بدليل ان احنا بنقلع الحجاب اهو بنعمل كل حاجه ثانيه, وعمره مثلا ما ربنا قالها كذا مره على فكره يعني, ذكر في القران انه دي يعني. ما تكفرش حد, كان لو حد ما بيقولش ربنا بيقول لك انت ما تكفروش, مش احنا لينا يوم انت مالكش دعوه, مش ليه بتحاسبونا بدري, احنا في يوم هنتحاسب فيه كل واحد 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 لوحده, ولا امه وبنتها كل واحد لوحده, خلاص بتحاسبونا بدري ليه؟ انا ماي ام سو هابي انك هنا, لانه يعني حتى باشعر انا مثلا when I was 13 okay my dad got very sick فجاه
واهلي سافروا وانا بيتي دايما مفتوح ودايما في ناس واهلي سافروا فجاه يعني بجد يوم وليله سافروا. فيوم ما هم مسافرين انا كنت بابا is very religious ومربينا بانتنشنز معينه مش برولز بس في المدرسه والمجتمع انا عارفه كل الرولز ولو ما صليتيش التعبان هيضربك في القبر وحاجات مرعبه والمسيح الدجال وحاجات واو يعني. فكنت بصلي يس وبصوم كل حاجه. ولما بابا يسافر انا فاكره اخص سلمت عليهم سافروا طلعوا المطار انا قاعده في السرير ازيك اوكي I'm gonna make a deal. انا كل يوم عينوني بصلي بس انا كل يوم هقرا صفحتين قران بس promise me that my dad's gonna be okay. وده كان الديل and I stuck to my deal for 3 years. ختمت القران اكتر من مره فهمته مش قوي حاولت قريته يس لحد ما بابا الحمد لله خف miracle that he was better. يعني he needed a transplant. It was an absolute miracle انه هو he was the fifth on the list and he got it. بعديها حصل مشكلة تانية مامتي عيت مثلا من الستريس بعدين حصل مشاكل صورة this في الاخر by this time I was like 20-21 بجد يعني استغفر الله بس يعني بجد بس ربنا told you اتعلمي so اتعلمت اتكلم مع ربنا بطريقتي وبرضو قال ادعو بطريقتكم ايوه ادعوني استجب لكم ده في اي I got to a point where بقيت حتى لما بصلي انا بس بتحرك it didn't make me feel anything anymore. لما بقرا القران it's just because I made a deal and not because I'm feeling that sakina anymore. فاتعصبت من قعدت اتخبط وبعدين وانت بتتخبطي من وانت عندك 13 سنه you get to a point you're like كفايه. ف I stopped. Which is على فكره دي حاجه صحيه جدا it's very healthy to feel it. Yeah? Yes of course. It's not your bad عشان ما دي برضو حتة تانية للإسترس بتاع المجتمع والأفكار والحاجات اللي ربنا عليه بتوصلك للإحساس ده هو أنا لما أعمل كده يبقى وحشة هو أنا لما بطل أحس مش عارفة إيه يبقى أنا فيها حاجة غلط أنت فيكيش حاجة غلط أنت بني آدم حاسة حاجة بالعكس ده will lead you later on to حاجة كويسة برضو and it did because ساعتها I said خلاص I can't force it I need to step back. Okay وبقيت انا بطبيعتي لما بخش في فيزز بتفرج على اوبرا وينفري and اوبرا at this time became very spiritual so يعني قبل السوبر سول بشويه بقت تتكلم مع ناس في حاجات معينه I evolved with her conversations. ومره قعدت كده سنه for one whole year ما صليتش بصراحه ما يعني مش اللي هو عشان رحت طريق تاني لا انا بس بطلت اللي بعمله خلاص انا like I just need a minute to like ما احسش ان في ضغط. وبعدين I was watching all these videos. One video, oh my god, I love it. هي قاعدة مع a police officer from Texas and this guy he was shot and he was dead for 9 minutes and only because he is a very known sheriff from a small town did they stay بيحاولوا يصحوه for a long time. عادة تبقى 3 minutes and they call time of death. فهي قالت له you are the longest man to stay dead and you came back to life. What was this experience? قالها look Oprah. I didn't see God, I didn't see Jesus, I didn't see the light. But what I did see and feel was every emotion I have ever inflicted on any human being, both physically and emotionally. And that, Oprah, was my hell. Because I used to beat my wife and I felt her shame, I felt her pain, I felt her fear. I used to be rude to my mother, I felt how insecure I made her, I felt... كل ما عملوا في الناس طلعوا زي ايه واشت رجال زي طب ما احنا الدين بيقول كده كل حاجه بالمحبه اللي هتعمله هيرجع لك بالظبط come from a place of love and this made me start to learn about الاسلام من ناحيه نعمل ايه مش ما تعمليش ايه عشان احنا we're supposed to do a lot more than what we're not supposed to دي احلى حاجه وليه there is a reason behind every single thing that our religion tells you to do and not to do. It's true. And it was so in line with spirituality. فبقيت حتى لما بسمع من المسيحيين بتعلم عن ديني اكتر. لما بسمع من البوذيست بتعلم على ديني اكتر. لما اسمع لل agnostics who just believe in a higher power and spirituality بتتعلم. اصل هي دي الدماغ اللي انا بحبها. بصي ده اللي انا وصلت له بعد ال 11 سنه مع الحاجات الكتير يعني درست علم شرعي فتره. درست حاجات مش عارف ايه دخلت في حاجات وكنت بس I was hard on myself ان انا عايزه ابقى perfect وعايزه ابقى كل حاجه صح قوي وعايزه يعني ابقى مظبوطه زي يعني ما قال الكتاب يعني. بس فعلا انت اللي بتقولي ده
it's this is نفسي اتمنى ان الناس كلها تبقى عندها الدماغ دي ان انت what should I do انا ايه اللي المفروض اعمله مش ايه اللي المفروض ما اعملوش وايه الحاجات اللي المفروض اركز فيها وهتخليني احب الاسلام اكتر يعني هو الاسلام كله حلو كل حاجه فيه حلوه احنا فعلا بقعد اقول لو فعلا مش اخاف منه صح مش ابقى لا ما هو ده الناس ده اللي اتحط في ادمغه الناس لكن هو الاوريجينال اللي انت حتى لما تيجي تقري في نار ربنا حتى في القران بيقول في جنه وفي نار حتى لما تيجي تقري الايات في ايات حلوه تتكلم عن الجنه وفي ايات تانية انذار يعني اللي هي بتنذرك بس حتى لما بتيجي تتقال بتتقال بعد حاجه حلوه لا انا عارفه اللي بيخبط يعني معلش ده اللي بيجنني بقى في الكومنتس عندك مثلا ده اللي بيجنني مثلا الناس اللي بتشتمك الاقي واحده ايه وفعلا ربنا قال ايه الدين اخلاق مبدئيا يعني كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا كده ماشي بالزبط. الاقي واحد بدقن واحده بحجاب وبنقاب شتايم وقله ادب لا والاوحش لا واحده مش ربنا يعني ايه شتيمه وراها كلمه الله ازاي يعني يا كذا ربنا مش عارفه ايه هتتحرقي واحده كده ربنا يحرقك ربنا ياخدك ليه طب ما تدعي لي ادعي لي بلاش يا بنتي في شتايم يعني انت بتشتم ازاي يعني. وانت ذاكر كلمه الله في نفس الجمله وبتشتم يعني هما عشان الناس دي لا يفقهوا شيء عن الدين شفتي لا يفقهوا دي فكره اللي هي ولا يعني في اي حاجه لا فكره انت حافظه حاجات بس انت مش فاهماها مش الحاجات دي بتحسسك بايه لما بتقري الحاجات دي انا مش بتضايق انا بزعل عليهم يعني بزعل ان ان في ناس كده وبتضايق من فكره الجادجمنت يعني طول الوقت they judge you they don't know anything about you زي ما كنا بنقول فكره ان انت you have a long story they don't know anything about وما يعرفوش حاجه عنها وستيل بيخشوا and they judge you وبيحكموا عليكي وبيخترعوا هما قصص من دماغهم مثلا يا حرام ده ولادها قاعدين مع باباهم مش عارفه ايه ده هي سابت بناتها طب انت عارفه مين انا سبت بناتي مثلا فانا طبعا بضحك انا سبت بناتي في حد ام تسيب بناتها مثلا لا طبعا انا عايزه اعرف انت دلوقتي بعد ما اتحجبتي تقريبا اتجوزتي ماشي وبعد كده سافرتوا على كندا لا اتنقبت انا عشت في مصر يعني مده بعد كده اخر 4 سنين قبل ما قبل طلاقي كنا في كندا ده الاخر 4 سنين سافرنا فيه ماشي انت بقى لما اتنقبتي اوكي وبعد كده انت خلاص انت خلفتي ورا بعض ماشي على طول تك 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 ما شاء الله بس عايز اقول حاجه بس عايز اقول حاجه الاول الحجاب غير النقاب يعني دي خطوه بقى تانية خالص صح ازاي مش عارفه يعني انت اتحجبتي طب الحمد لله حسيتي انه حسيتي ايه اللي ناقص يعني ايه اللي حسيتي اللي هو لا اللي بعمله ده مش كفايه لا محتاجه اكتر ايه بقى ما هي بصي ما اعرفش انا كنت عشان في الوقت ده كنت بقعد اقرا حاجات عن السيره وحاجات عن يعني امهات المؤمنين وكده فقعدت قريت حاجات عندهم ان هم كانوا بيكفر دي كفر ذم سيلفز كومبليتلي علشان هما دير سبيشال دير سبيشال كيس ما ينفعش حد يشوفهم غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش حد يتجوزهم ما ينفعش كده يعني دير حاجه تخص الرسول عليه الصلاه والسلام فانا حبيت كنت بقرا حاجات مثلا ما انت شبهها انك تتشبهي بيهم ان انت هما دول يور ايدل فانا حبيت الفكره ان انا عايزه ابقى شبههم يعني اكتر منها فرد يعني حتى لما كان حد يجي بيسالني هو انا كف فرد عمري ما كنت بقول له لا فرد دول لا اي حاجه حلوه وامهات المؤمنين كانوا كده فانا حابه اعملها يعني ما كنتش عمري بقول لحد اتنقب مثلا ات فيلت جود ان واي عشان انت برضو انا مش عارفه اشرحها قوي هو الاحساس انا عندي كان ايموشنال اكتر منه يعني واجب فرض مش عارفه ايه القصه دي يعني it was more emotional and more كده يعني spiritual قوي وكنت حاسه كده انا feel close ولوحدي وانا مع ربنا وكده بس مع الوقت بقى بحسيت ان لا انا يعني you don't have to be in this look you don't need it يعني انت مش محتاجه تبقي كل ده just be yourself وفي النص كده الحاجه اللي انت عجبتني وانت قلتيها ان انت حبي ربنا يعني وخليكي قريبه من ربنا كل حاجه بس بي مودريت يعني خليكي كده يعني في حته كده حلوه في النص كده لا تروحي يمين قوي ولا تروحي شمال قوي خليكي كده في حته كده حلوه انت رحتي شمال قوي انا رحت يعني لا بس غوطت بزياده يعني ما هو انت الحياه في الاخر يو نيد تو ورك يو نيد تلاقي نفسك تعملي حاجه ذات يو لاف عايزه تنزلي تتمشي مع اولادك وتروحي تنبسطي وتعملي عايزه يو جاست يو وان اكسبيرينس ثينجز ذا باتم لاين از رايك هيقفل ناس كتيره رايي هيقفل ناس كتيره وهيبسط ناس كتيره بس انا عايز اقول بس حاجه احنا مش ضد برضو اللي لابسين يعني مثلا احنا مش بنقول كده عشان يلا اللي مش لابسه لا اللي لابسه حاجات شيز ا ريسبكتفل بيرسون هي شي بيليفز ان ذس وذر هارت اهو معانا فنانه
محجبه بس الناس هتسيب كده تقول لك لا احنا open minded to talk. احنا بالحاجات اللي كلها فينا بتضايقه وبالحاجات اللي احنا قلنا الكراب بقى الكتير الحاجات اللي تربينا عليها, فكرة انك الرعب انك تسستمي الطفل انك انت تديله افكار معينة وتغذيه بيها وتكبري عليها. لا انا متربيتش كده في بيتنا. انا امي وابويا ربونا إن مش بقولك free way لا, بس ربونا ان احنا we're open and we're natural. وكنا يعني حتى كنا في العجمي مش في وسط ناس كتير, فكنا very natural نطلع نمشي حافيين كده. تربينا in a very very natural peaceful environment, فده زرع جوانا بالعكس حاجات حلوة. فبقينا لما كبرنا بنشوف الحاجات الحلوة اكتر من الحاجات الوحشة بكتير. صح. هي احيانا بتسبب مشاكل باي ذا واي, ان انت مش كل الناس كويسة زي ما انت بتبقي فاكرة, ومش كل الناس بنفس الروح دي. بس ستيل بحترم ان ابريشيت قوي الحته اللي امي وابويا زرعوها فينا من واحنا صغيرين, لان هي دي ابو نفسي اعمل انا مع كده مع ولادي. ما بضغطش عليهم قوي, ما بديلهمش افكار قوي, ما بحبش اسستمهم. سستميش حد بالظبط يعني. فده يرجع لحاجه احنا بنقولها, you need to ask yourself انا مين وانا هنا ليه. ولو طول النهار صوت الناس في ودنك, اهلك, المجتمع بتاعك, المدرسه بتاعت الدين بتقولك ايه, مهما كان الدين مهما كان, بطريقه ضغط يعني. احنا الدين اتعلمناه بضغط, الاكتيفيتيز عملناها بضغط, الواجب عملناه بضغط, كل حاجه بضغط. فريدم اوف تشويس, هتعملي قرار كويس يعني. يو ميد ا جود ديسيجن فور ا جود تايم اوف يور لايف اند ا ديفرنت فيز اوف يور لايف احتاجت لا ديفرنت يو اند يو ايفولفد وذ ات يعني. ما عدتيش ريما نفس الحاجه اكيد. يو كان تيل لما حد بيعمل حاجه علشان هو بيعملها عشان هو عايز يعملها. يعني انا قريبتي اتحجبت وهي عندها 16 سنه من نفسها, ان بعد ما خلفت ودلوقتي قررت خلاص I don't feel it now maybe later on she will feel it again. كلمه حجاب is beyond just انك تغطي شعرك يعني. في ناس كتيره بلاقيهم لابسين حجاب ولابسين ستريتش يعني. ما هو برده يعني خلينا نبقى صراح مع بعض, او لابسه حجاب بس ما فيش اخلاق كويسه يعني. ما تقولش بتصلي اصلا يعني, افر هو دين بالاسلام واسلام بلدين. هي كلها بالنيه, واحنا جايين هنا علشان نساعد بعض ونعمر الارض بالظبط. واحنا محدش جاي يلعب دور ربنا او الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا. ايوه محدش من حقه ان هو يحكم عليكي ولا بالزبط. ولا تجادج, ده ربنا نفسه ما بيعملش كده. ده هو ربنا رحمن يعني, سابنا وادانا كل الدنيا دي بدليل ان هو, انا دايما اقعد افكر في الحته دي, لو هو ربنا هو رقيب علينا كل حاجه وشايفنا, بس احنا مش شايفينه, ودي رحمه اساسا ان احنا مش شايفينه. لو احنا كنا شايفينه هيبقى طول الوقت ماشيين نعمل كل حاجه باي ذا بوك قوي وخايفينه. بس شوفي بقى جماله هو. صح. وشوفي جمال بقى سيدنا محمد, ان انا نفسي ان ده يوصل للناس. انا بقول لهم انتوا عمالين تتكلموا قال الله وقال الرسول, بس ما بتطبقوش فعلا. هو مش بتطبقوا, مش بيثبت بقى من سنته. طبقوا فعله واحساسه. صح. وروحه. هو كان زي بيتعامل مع الناس, عمره ما كان بيزعق, عمره ما كان بيذم في حد, وكان رحمان, وكان كان رحيم بالناس جدا. حتى لما كان شاف اتنين, كان في كده حاجه يعني, اتنين كان حد بيبص على واحده, فراح بلف وشه كده, مالوش امشي اتحجبي, روح انت صلي ركعتين عشان تستغفر وتتوب. عمل له كده بحب كده وبطريقه لذيذه. حتى طريقته فيها رحمه في كل حاجه. فانتوا بقى يعني, انتوا يعني الناس اللي هي, انا بتكلم عن مش على كل المتدينين, انا بتكلم عن الناس اللي بيعملوا بقى الجادجمنتال, اللي هم بيقعدوا يشتموا, اللي بيقعدوا ينتقدوا, اللي بيقعدوا يتكلموا بطريقه تجرح اللي قدامهم عشان هو مش نفس الشكل زيهم, او مش بنفس التركيب زيهم, او هو ديفرنت. تقعدوا تشتموه وتعملوا كده, لا انتوا ارجعوا بقى وشوفوا فعلا سيدنا محمد كان بيعمل ايه, هو كان عامل ازاي. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يعني العالم ده حالة, ان العالم ده الناس اللي بتتكلم بالطريقه دي وعندها الاخلاق دي وبينقضوا النقد ده من ورا شاشه التليفون, من ورا سكرين, ده اجبن ما يكون. ده حاجه تقرف وحاجه اللي هو مفيش فايده يعني. انت لو انت بالعقليه دي انت يعني بقى مع نفسك, فما هو بس ازاي هتلاقي نفسك لو ما جربتيش حاجات انت مش هي. لازم يبقى فيه حريه التجارب والتجارب whatever عشان تحاولي يعني. لازم تجربي وتشوفي وتتعلمي وتغلطي وتتعلمي اكتر وتحاولي. You have to have your own experience. ودول عندهم مشكله, مش حرام انك تسالي, مش حرام ان يبقى يعني. انا كنت I used to get in trouble في درس الدين عشان كنت بسال المدرس اسئله بيوند بقى سلاح التلميذ كان بيقول ايه. طب انا مش فاهمه, اقنعني, convince me. عيالكو لو هتنزلوهم هيعملوا حاجة اقنعوهم لما يكبروا يشوفوا يمروا حاجات في حياتهم. يعني أنا my mother had this mentality and my father لما يقولوا لنا لأ على حاجة بيقنعونا. بص أنا قلت على حاجة بالحياة في الحتة دي افتكرتها دلوقتي وانت بتتكلمي. في حاجة كده في درس الدين ساعات
فمثلا يقولوا اين الله، فهم متعلمين هم في السماء. حلو، بس الطفل هيحفظ ان ربنا في السماء، بس هو مش فاهم هو ربنا فعلا موجود. وده اول سؤال دايما اي طفل بيساله، يا مامي هو ربنا فين؟ وربنا فين؟ شكله عامل ازاي؟ هو انا ليه مش شايفه؟ فانا قعدت في مره كده افكر انا ممكن ايه الطريقه، فلقيت ان انا قعدت اقول احنا بنشوف الهواء مش بنشوفه، بس الهواء موجود. بدل انت عملت كده صح هتحسي. فقعدت اعمل كده لاولادي احمد وعائشه، قلت لهم بصوا انتوا بتعملوا كده اهو، انا انت حاسس بالهواء؟ فقال لي اه يا مامي انا حاسس. قلت له بس انت مش شايف. قلت له ربنا نفس الحاجه، ربنا موجود بس احنا مش شايفينه. فحتى لما تيجي تحاولي تقربي الولاد لفكره معينه لازم توصليها لهم لوجيك، جيف ذم لوجيك. لما تقول ربنا في السماء ماشي، ما هو احنا عارفين انتوا عايز تزرع، عايزين يزرعوا حته كده عقيده ربنا في السماء، عشان بس هو مش في كل حته. ما ينفعش نقول كلمه ربنا في كل حته، ربنا موجود في كل حته فعلا، بس هو هو في السماء، بس هو في كل حته، هو حواليك في كل، بس هو حوالينا بالمعنى الروحي. هم دي الحته مش فاهمها، هو فكره ان مش ربنا مش هنا. يعني هم عايزينه ان هو فعلا استرو، هو مش قاعد جنبي، هو مش عارف ده ربنا، لكن هو موجود معانا. ده هو ده الخلط اللي بين الناس دي وبين الناس اللي بيتكلموا. انت تقولي ربنا معانا في كل، ايوه هو معانا، ده عيب بقى الحافظ مش فاهم، ما نعرفش بقى المشكله بتاعته. ولما ما بيفهموش بتوصل لهم ما بيفهموش، انت برده تقولي ايه؟ بتعصب ربنا. دي المشكله، الدور يعني انت فهمتي صح، ففكرتي فلقيتي طريقه، فوصلت للكونكلوجنز بالظبط بطريقتك. لما يبقى عندك ناس معينه ذات بيجبروا عليكي راي او بيدرسوكي او بيعلموكي، بيعملوها بطريقه هم حافظينها. لو قلت لهم يمين ولا شمال مش هيستوعبوا. لا انا قلت يمين. يعني انا مثلا بالنسبه لي اي ثينك ان اي دين نزل عشان يتطبق لحد ما الحياه تخلص، ما نزلش في وقت الرسول عشان وقت الرسول بس. فالكلام open to religious interpretation. يعني مسيح الدجال ده مثلا ممكن يبقى التلفزيون حاجه بعين واحده، makes everything wrong seem right. You need to be able to think. The point is لازم تاخده ومبقاش حرام او غلط او الناس هتاتاكي لو انت اخدتي فكره وفكرتي لنفسك. لا الموضوع ده بص ما كناش كده زمان، مصر ما كانش فيه اصلا التفكير ده، ما كانش فيه الحاجات دي كلها. ده كل ده انا بشوف جهل وعدم، ما فيش اي نوع من اي تعليم. لانه بجد الاديان الطف من كده بكتير. They're so calm and they make sense if you just allow the person to think. يعني انت لو مشيتي ربنا بيقول الوفاء والامانه والمش عارفه والعدل وكل الحاجات الحلوه دي، لو احنا فعلا طبقنا الحاجات دي، ما الحاجات دي في الدين، بس احنا ما بنطبقش. انا عايزه احنا عايزين نطبق الشكل. يبقى الشكل هو نمره واحد. اصل حالة انت خدتي قرار، يعني الناس او اي حد انا او لامان او كده عشان نغير حاجه في حياتنا بتاخدوا مجهود. انتي عملتي زي ما نقول في زلزال حصل جواكي او في فولكانو طلع. يس. انتي اتطلقتي، مشيتي من كندا، فكيتي الحجاب النقاب ورجعتي تمثلي. Next time on Cut the Crap. وللناس اللي هي قلقانه قوي على عيال حالة not gonna be my life this way، ان هما في كندا و I decided I wanna be happy in my life، وعندهم الامومه وجعاهم قوي، رايك هيقفل ناس كتيره. خايفين من الناس، خايفين من بعضهم، خايفين من اهلهم، خايفين من ولادهم، خايفين الناس، خايف scarier to continue this scarier بقى than to then shift to change something in you. عايشه في عارفه السكينه كده ايه اللي دخل المواضيع دي في الهيلث؟ دايما انت تسيبي نفسك تحت الـ ده. امراض بتيجي منين؟ ده empowering women بقى، عايزين نعمل ايه؟ هو ده empowering women. تقعدي مع ناس like minded وتتكلموا في الدين والجواز والصح والغلط openly وتتعلموا. حاجة positive، الاكل positive، الانرجي كويس. بنتكلم في حاجات محتاجين نسمعها ونتكلم فيها ما بنتكلمش فيها. starts like this انك you have the right conversations.